اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه بنرحب بالمدير الفني لفريق 16 سنه ناشئين بالنادي الاهلي لكره السله واللي حصل منذ ايام على بطوله القاهره بعد طبعا تفوق وفوز في كل مبارياته، الكابتن محمد اشرف توفيق، طبعا ابن الكابتن الكبير الكابتن اشرف توفيق. اهلا بيك يا كابتن محمد. اهلا بيك كابتن هيثم، منورنا قناه النادي الاهلي. شرف ليا يا كابتن هيثم، الف مبروك ومكسب حلو يعني. الله يبارك في حضرتك. الله يبارك فيك. وبنرحب بمحمد طارق خيري صانع العاب الفريق وكابتن الفريق ايضا. اهلا بيك يا محمد. الله يبارك. اهلا سامح. وعايز اقول لك مبروك على البطوله وكمان مبروك على هداف التتا بونت. الله يبارك فيك. اعزائي المشاهدين، جهزنا تقرير عن البطوله، خلينا نشوف التقرير ونرجع لحضراتكم تاني. نجح فريق ناشئي كرة السلة تحت 16 سنة بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني محمد أشرف توفيق في التتويج بلقب بطولة منطقة القاهرة والتي أقيمت على صالة جامعة حلوان، وحملت اسم الراحل أشرف جلال مدرب الجزيرة والذي رحل منذ أيام في حادث سير. وتوج الشياطين الصغار باللقب بعد الفوز في النهائي على نظيره الجزيرة بنتيجة 70-57، واستهل المارد الأحمر مشواره في البطولة بالفوز على كل من مدينة نصر، الزهور، جرين هيلز ألف، جرين هيلز باء، المقاولون العرب باء، المعادي في الدور الأول، وبعدها استطاع الفريق الفوز مجدداً على كل من هيليوبوليس، الطيران، صيد القطامية، المقاولون العرب في الدور الثاني، وأعقبها الفوز على مدينة نصر ذهابا وإيابا قبل الانتقال للنهائي والذي شهد فوز النصر الأهلوي على كل من وادي دجلة، الشمس، والجزيرة. وتوج محمد طارق خيري نجم الفريق بجائزة هداف البطولة والتي شهدت تألق أكثر من لاعب من لاعبي الأهلي. ويضم الجهاز الفني لناشئي سلة الأهلي كابتن سيد صابر رئيس قطاع الناشئين والناشئات، ويعاونه كابتن أسامة النمر نائب مدير قطاع الناشئين، وكابتن محمد أشرف توفيق كمدرب للفريق، وكابتن فؤاد أحمد كإداري، والدكتور أكرم محمد طبيب للفريق، وعلاء الدين العشري كمخطط أحمال.